السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع السابق أنا شرحت لكم كيف تقدروا تتحصلوا على أنماط سمكة التونة اللي هي الأنماط الأخيرة، شرحت لكم كل شيء بالتفصيل لأنه التحديات جدا سهلة، أوكي؟ بس في تحدي واحد صعب اللي هو نمط القاتل المكعبية. طيب عشان تقدر تتحصل على نمط المقاتلة المكعبية، يقول لك اهزم المقاتلة المكعبية، المقاتلة المكعبية تحصلها وسط الشق هذا اللي هو الشق العالم الموازي. كيف تعرفه؟ اول ما تفك في الخريطه تحصل يشوف كيف الباع، تمام؟ بس بعض الاحيان تحصلها وبعض الاحيان لا، عاد انت ونصيبك. هذه هي، شايفينها؟ شوف هذه هي. شوف كده اخذت النمط خلاص، شفتوا كيف؟